السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل زمان وفي كل مكان. النهاردة هنتكلم عن ايه هي فوائد الكورونا ووباء الكورونا. كل الناس بيتكلموا في كل مكان عن مضار الكورونا، لكن احنا لابد ننظر لهذا الحدث ان في كل ونتفق ان بعد الظلام بيكون في نور، وبعد الليل بيكون في نهار، وبعد من داخل عتمة الشرور بتطلع الأشياء الخير، الخير والأشياء الخيرية نفسها. فدي الفلسفة بتاعت كلماتنا اليوم، ان احنا نرى الجانب اللي ممكن نستفيد منه من كارثة الكورونا. وانا هلخص هذا الموضوع في 31 نقطة، فأرجوكم أنكم تصبروا معي لكي نسمع معا 31 نقطة. أول واحدة فيهم: لاحظنا كثيرا نقص عمليات الإرهاب وضعف أو إضعاف التنظيمات الإرهابية التي كانت تصول وتجول في عمليات الإرهاب. لماذا؟ لأن الدول التي تدعمها والحكومات التي تدعمها والمؤسسات التي تدعمها توقفت عن دعمها لأنها انشغلت بمشاكلها الداخلية. يبقى الإرهاب مصنوع من خلال أنظمة، دي نمرة واحد، ودي أول فايدة. تغير الخطاب الإعلامي الثقافي الاجتماعي فين؟ داخل منصات التواصل الاجتماعي اللي هنتكلم عنها. فأصبح الشباب أكثر جدية، وأصبحت للشباب ولهذا المجال ثقافة مجتمعية إيجابية وقيم مجتمعية صالحة ومصلحة تدور حول كيف يحافظ المرء منا عن نفسه وعن عائلته وعن أقاربه وعن جيرانه وعن مجتمعه وعن دولته وعن بلده وعن العالم كله. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة: ازدادت كميات المعلومات المتداولة، المعلومات المفيدة والمتداولة على السوشيال، على منصات التواصل الاجتماعي لوقاية الأفراد من هذا الوباء، وازدادت رسائل التواصل بين أبناء الدول والمجتمعات المختلفة. فأنا عندي على المجموعات بتاعتي في ناس من الكاميرون ومن تشاد وجنوب أفريقيا والصومال وأثيوبيا والعراق وسوريا، كلهم بيتحدثوا ويتواصلوا مع بعض ويوصلوا معلومات لبعضها باللغات المختلفة وبالثقافات المختلفة. أصبح كل واحد منهم مسؤول عن أنه يريد أن ينقذ العالم. نمرة أربعة: تغيرت ثقافة وقيم خطاب التواصل على منصات التواصل الاجتماعي. الناس أصبحت أكثر جدية وأكثر حرصا على أنها تقدم شيء نافع. نمرة خمسة: ضعفت أصوات المنصات الإعلامية الفاسدة والتابعة للحكومات الدكتاتورية أو الشركات الممولة من هذه الحكومات الفاسدة، وأصبح المرء منا كشباب ومنكم كشباب قادر على التأكد من المعلومة الصادقة وتحويلها إلى منصة إعلامية. خلاص الشباب عرفوا الفارق بين الغث والسمين. نمرة ستة: أصبح أصحاب المنصات الاجتماعية في المجال الاجتماعي الافتراضي أصبحوا إيه؟ أصبحوا مصلحين اجتماعيين، بيحاولوا يرشدوا الناس، بيحاولوا يساعدوا الناس، بيحاولوا يوجهوا الناس، بيحاولوا يهدوا الناس إلى خير ما يحب الله ويرضى. ليه؟ لأنهم لكثرة اطلاعهم على الحقائق مش الأكاذيب التي كانوا يرونها. في الماضي كانت المنصات الإعلامية التابعة للحكومات الفاسدة هي التي تغذيهم مثل الزمان، أما الآن فأصبح هم يستقوا المعلومات الحقيقية والصادقة لكي ينشروها على الملأ. نمرة سبعة: ارتفاع مستوى الوعي وخاصة الديني لدى الأفراد، وسقطت أوراق التوت مرة أخرى عن عورات هؤلاء الرويبضات من مدعي الفقه والعلم الإسلامي، وأدركوا أدرك الشباب يعني، والشباب أدركوا من خلال قراءتهم الفارق الكبير بين هؤلاء أو هاتيك الرويبضات الكاذبة والعلماء الحقيقيين المخلصين الذين هم أصلا وأصل الأساس الدعوة في العالم. نمرة 8: ازداد ارتفاع الخطاب الديني مش في العالم الشرق، لا، خاصة عند الزعماء السياسيين في الغرب، وسقطت في نفس الوقت الأقنعة الزائفة التي رسمتها ووضعتها
الأفكار الإلحادية والعلمانية والليبرالية والشيوعية والاشتراكية وكل هذه الأشياء التي أصبحت خارج مجال التاريخ الحالي أو الواقع الحالي. لما تسعى بدأ العالم يشعر بضعف قدرته وقوته ها في العلوم. هم تألهنا بما اكتشفنا من اكتشافات واكتشفنا من علوم فأصبحنا كل واحد عالم منا يعتقد أنه هو يعني يحكم العالم ده كله. لكن ضربة الكورونا اللي صارت وسفرت من يوهان في أقصى الشرق إلى لاس فيغاس في أقصى الغرب في شهور أو أسابيع أعجزت هؤلاء العلماء وعلمهم عن اللحاق بهذا الفيروس وأثبتت للعالم أن لهذا العالم إله يتحكم في مقدراته ويتحكم في مسارات أبنائه وهو الله سبحانه وتعالى. نمرة 10، بيوت الفساد أغلقت، الديسكوهات والخمارات والمرائس وبيوت الدعارة والحقنات والأماكن اللي بنشرب فيها كذا وكذا وكذا كل اتقفل. كل اللي كان بتدعو لها بعض الحكومات الفاسدة خاصة في الشرق اتقفلت. نمرة 11، الإنفاق الفردي أنا وإنت ومراتي وزوجتك وأختك وخالتك وعمتك، أصبح الإنفاق على الأساسيات فقط والحاجات اللي هنحتاجها فقط وليس على الكماليات. أصبح الإنفاق بالدرجة الأولى على الطعام وعلى الشراب وعلى الدواء وبعض الكساء، لأن الناس كلها خايفة إنها في خلال شهر أو اثنين أو ثلاثة تفقد موارد رزقها اللي هو الوظيفة بتاعتهم. فأصبحوا يركزوا تماما على الأشياء الأساسية وسووا كوا من الخمرة والسجاير والشيشة والحاجات اللي والقاتل معفن اللي احنا نتكلم عنده وغيره وغيره وكل المواد الضارة دي. نمرة 12، سقطت نظريات بعض الفسدة من الزعماء اللي هم السياسيين في العالم الإسلامي عن الحريات، عن المدنية، عن الحضارة، عن التقدم، الذي صوروه لنا على أنه هي علاقات جنسية، شرب خمرة، إحساء خمرة، مودة، هدوم، اختلاط، حفلات، كذا، يعني كل هذه الأشياء سقطت خلاص، سقطت، بالرغم من أن كثير من هؤلاء الزعماء الذين يجعلون من أنفسهم زعماء غصب عن شعوبهم، سقطت هذه النظرية، خلاص راحت ورجعت الأمور تاني إن شاء الله إلى ما كانت عليه من قبل. نمرة 13، انخفضت معدلات تعذيب الأبرياء في السجون. كل سجان في سجن خاصة في العالم العربي أو العالم الشرقي يعلم تماما أن هؤلاء المساجين من المعتقلين والسياسيين وغيرهم هم أصلا أبرياء. فلما شعر رجال الأمن بهذا أصبح تعذيبهم لمثل هؤلاء يقل أو ينتهي. ليه؟ ليس حبا في حقوق الإنسان ومبادئه، ولكن خشية من عذاب الله سبحانه وتعالى لهم على ما يفعلونه تجاه هؤلاء المساكين من الأبرياء، خاصة الزعماء الدينيين المساكين. توقفت محاكم الدول الطاغية، كل يوم والتالي تطلع لنا قاضي من القضاء يقول لك الحكم بالإعدام على فلان، الحكم بالإعدام على فلان، والخمسة والعشرة والعشرين ويتقتلوا، وخمسين عشرين سنة هنا سجن فلان وخمسة عشرين سنة هنا. فدي توقفت خلاص من رحمة ربنا علينا. وهؤلاء أتمنى لهؤلاء القضاء الفسدة الطغاة أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نمرة 15، هذه الأنظمة الدكتاتورية الغاشمة بدأت تزيد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، ليس حبا في الشعوب ولكن حرصا على الحكم، وخشية أن يفقدوا كراسيهم ومراكزهم في الدولة. نمرة 16، قيمة الأسرة ازدادت في المجتمع. من هي الأسرة اللي نتكلم عنها؟ الزوج الذكر والزوجة الأنثى ازدادت، والأطفال والأبناء إلى آخره. فأصبح داخل هذه الأسرة مناخا اجتماعيا يحافظ على حياة مكوناتها، أطفال والزوج والزوجة والأهل والأقارب. وعلى الصعيد الآخر، الشباب اللي كانوا مغترين بما يكسبون من المال ويقولون احنا مش عايزين نتجوز بقى خلاص احنا نعيش أحرار، أنا بكسب في السنة 100,000 و200,000 ونص مليون وكذا وكذا، لا أنا محتاج لزوجة ولا محتاج لزوجة، أصبح دلوقتي يصابوا بالكآبة والوحدة والانعزال لأنهم رفضوا أن يعيشوا حياة طبيعية. نمرة 17، ازداد الوقت المتاح داخل الأسرة للأب والأم، خاصة الأب، أن يجلس مع أطفاله ويشعر بألمهم وأحلامهم ويحاول يتكشف
أسرار شخصيته ويساعدهم ويشعر بمسؤوليته تجاه هؤلاء الجيل القادم اللي هو حيستمر في بعدهم أن يرحل أبوين. نمرة 18، روح التطوع ارتفعت في كل مكان، في كل مجالات الخيرية والاجتماعية وكذا وكذا، مش فقط عند النساء، عند الرجال، عند الشباب، عند الكهول، ارتفعت. نمرة 19، بدأنا نشعر بقيمة مؤسسات المجتمع المدني والدور الذي تقوم به ودورها المكمل والأساسي والمحوري لدور الحكومة والقطاع الخاص، لأنها تفعل ما لا تستطيع أن تفعل الحكومة وتذهب إلى أبعد الأماكن التي لا تستطيع أن تذهب إلى الحكومة، وهي أسرع من الحكومة وأسرع من القطاع الخاص. نمرة 20، تغير ثقافة منظومة العمل المجتمعي التطوعي. تغير ثقافة منظومة العمل المجتمعي التطوعي وبروز، اسمعوا يا شباب، قيادات مجتمعية شابة جديدة قادرة على التصدي لمثل هذه الأزمات من خلال استعمال منصات التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى. الطرق التقليدية خلاص عفى عليها الزمن. 21، ازدياد حاجة المجتمع ازدياد حاجة المواطن للمجتمع، فأصبح المواطن يخرج من مجتمعه المعزول الذي كان يعتقد أن فيه شيء، أنا عندي تلفزيون وعندي إنترنت وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا في البيت، مش محتاج أن أنا أختلف بجاري، مش محتاج أن أسأل على جاري وأنا راح أزور أهلي وقرايبي. لا، حاليا يشعر هذا الإنسان الذي عنده كل هذه الإمكانيات أنه عاجز أن يعمل مجتمعا، فهو في حاجة شديدة لأن يخرج من عزلته المجتمعية ومن مجتمعه الذي كان يتصور أنه مجتمعا في داخل غرفة أو غرفتين، إلى أن يخرج للمجتمع الفسيح ويتكامل معه في الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران. نمرة 22، ظهور مهن مجتمعية جديدة، في مهن طلعت جديدة بثقافة مجتمعية جديدة تفرزها منصات التواصل الاجتماعي. يعني المنصات دي كلها والشباب قعدنا عليها كل يوم بيبدعوا ويقوموا بمبادرات وأعمال تتحول فيما بعد إلى مهن جديدة تصبح جديدة علينا، غير المهن التي تعرفنا عليها من قبل. سوق العمالة وسوق المهن هيختلف عما كان عليه من قبل. لما 23، المؤسسات الدولية والعظمى ستضمحل ويتقلص دورها ويتقذف دورها وتنتهي. ليه؟ لأنها أفسدت بالحكومات الأعضاء الذين أفسدوها، وستظهر مؤسسات أخرى جديدة قادمة من قاع المجتمع ومن وسط القطاع المؤسسات المجتمعية المدني. نمرة 24، الصراعات المسلحة التي كانت ممولة من دول عظمى ودول غير عظمى ومن تنظيمات إلى آخره بدأت تتقلص، لأن هذه الدول أصبحت تنفق احتياطيها على الوباء التي لا تستطيع أن تحاربه، فأصبحت تقلصت هذه النفقات الإنفاق من هذه الدول التي كانت تسرق مقدرات الشعوب لأنها انشغلت بقضاياها الداخلية أثناء أزمة كورونا، وستنتهي مثل هذه الصراعات إن شاء الله إلى الأبد. نمرة 25، بروز الاستثمار في الصناعات الطبية والجديدة، وأنها تكون صناعات طبية تستطيع أن تتصدى لمثل هذه الأوبئة قبل أن تحدث. نمرة 26، ازدياد ميزانيات الأبحاث والدراسات لدى الحكومات، في حكومات كانت لا تؤمن بالبحث العلمي حتى لا تؤمن بتعليمه، وكذلك داخل الجمعيات خاصة الجمعيات الخيرية الواحد طلع روحه، يا إخواننا حطوا ميزانية للأبحاث، حطوا ميزانية للدراسات. لا، أصبح الميزانيات دلوقتي يعاد توفرها لمثل هذه الحكومات ومثل هذه الجمعيات. نمرة 27، انخفاض معدلات التلوث البيئي. لماذا؟ والتغير المناخي السلبي الناتجين عنها عن عدم احترام التلوث البيئي والارتفاع والاحتباس الحراري وكل هذه البلاوي، لأن كثير من الدول العظمى رفضت تعنتا أن تكون في منظومة محاربة التغير المناخي، ونعرف أسماء هذه الدول. فلما وقفت المصانع ووقفت السموم التي تخرج من هذه المصانع نقص معدل هذا التلوث البيئي وهذا الانحباس الحراري عندنا. لما 28، بدأنا نعرف أسباب الوباء. لما احنا بدأنا في يوهان ولقينا الناس في تناول الطعام بيأكلوا أشياء يعني تعافها النفس،
تعافى النفس، وأشياء هي أصلاً مليئة بالجراثيم والميكروبات التي ينقلها الحيوان إلى الإنسان والإنسان إلى الإنسان، وأشياء لا تزرع عن النفس وتعافى عنها النفس. فأتمنى من مثل هذه الشعوب أن تقلع عن تناول مثل هذه الأطعمة. نمرة 29، اتباع القواعد الأساسية للنظافة. وعايزين ننظف نفسنا بقى والصحة العامة زي المسلمين. المسلمين فضل الله سبحانه وتعالى عملية الوضوء عندهم بيغسلوا اليد 15 مرة والدراع 15 مرة في اليوم، ويمضمضوا بقهم 15 مرة، ويستنتجوا 15 مرة، ويغسلوا القدم 15 مرة، وبعدين يمسحوا راسهم ودانهم ورقبتهم 5 مرات في اليوم في الوضوء. فأتمنى الآخرين أو حتى المسلمين الذين لا يلتزمون بالصلاة يعني من ناحية الصحة العامة ينظفوا نفسهم بالطريقة دي. نمرة 30، التعامل بطرق مختلفة مع التخلص من النفايات، النفايات الكيماوية والنفايات النووية ومتخلفات البشر والأطعمة اللي هي كل نفسها ممكن تكون أساس لنشر هذه الأوبئة، نتكلم عنها بطرق مختلفة. آخر شيء وهو ليس أقل شيء، هو سيولد أو ستولد هذا الوباء العالمي نظام عالمي جديد سيخرج من تحت عباءة أو من الشيخ الجليم، سينتقل مركزه من أقصى الغرب إلى وسط العالم. كان في الماضي هناك قوتين عظيمتين، معسكر الشرقي في الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي في أوروبا وأمريكا. أصبح دلوقتي في قوة واحدة أو في قطب واحد في أقصى الغرب. سيتحول هذا النظام العالمي الجديد أو سيخرج النظام العالمي الجديد ليس من أقصى الغرب ولا من أقصى الشرق، بل من وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. وإن شاء الله عندي محاضرة أخرى بعد أسبوع في اللي هو ميلاد النظام العالمي الجديد، وإن شاء الله هبقى أقول لكم على معادها. وأشكركم لحسن استماعكم، وأتمنى أنكم تفعلوا الجرس المشاركة، وكذلك أن أنتم تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله.